سهيل، يعني على ما يبدو أن هنالك مظاهرات وتظاهرات منددة بما يجري في قطاع غزة الآن. نعم، نتواجد الآن أمام محطة القطارات الرئيسية يونيون ستيشن في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى مرمى حجر من مقر الكونغرس الأمريكي، ويتواجد نحو 1500 شخص هنا يتظاهرون تنديداً بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ودور الولايات المتحدة الداعم قطاع غزة. مناشدات ونداء للرئيس الأمريكي جو بايدن بالإعلان الفوري عن وقف الحرب في قطاع غزة، ومنادات بفك الحصار عن القطاع ووقف إطلاق النار، ومطالبات بإرسال المعونات العاجلة للفلسطينيين في القطاع، وأيضا منادات بتحرير فلسطين بالكامل من الاحتلال. المتظاهرون من مختلف الفئات واختلف الأعمار، هناك اليهود الأمريكيين، هناك الفلسطينيين، هناك العرب، هناك المسلمين، هناك الأمريكيين من البيض أو من السود، هناك يعني مختلف فئات المجتمع الأمريكي موجودة في هذه المظاهرة التي الآن تقف أمام محطة القطارات الرئيسية في العاصمة واشنطن. هناك أيضا كما أود أن أشير إليكم، هناك سهيل الأوضاع نعم تواجد أمني مكثف حول منطقة للتأمين هذا المكان والتأكد من عدم وجود أي مشكلات أمنية. أشكرك، شكرا جزيلا لك سهيل الشاعر مراسل الغد، كنت معنا من واشنطن.